على الهاتف الدكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجاريه. دكتور علاء مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، وكل شرفك طيب. وانت طيب. بالامس تحدثت مع حضرتك عن القرارات وكنت بتثني على هذه القرارات، النهارده عايز اخد راي حضرتك في البدايه الفعليه، متابعه رئيس الوزراء شخصيا لبدايه خروج البضائع المكدسه في العديد من الموانئ المصريه، راي حضرتك ايه؟ وانعكاس ده هيكون عامل ازاي على السوق بشكل عام؟ والله ده زي ما بيقولوا كده بالخواجاتي ووك ذا توك، يعني اتحركنا من الكلام للتنفيذ. انما دوله رئيس الوزراء بقالنا 3 أشهر في هذا المنوال باجتماعات مكوكيه يمكن معدل مره ومرتين في الاسبوع. نتيجه ده وده اللي يهم المواطن. يمكن 3 حاجات اساسيه. نمره 1 اللي قلناه امبارح، الوفره الوفره الوفره. عندي حيوبة كميات كبيرة من المنتجات والسلع، سواء محلية من شركات مختلفة سواء مستوردة، هيتنافسوا مع بعض ويحصل الوضع الطبيعي للسوق وهي المنافسة واستقرار الأسعار. تمام. نمرة 2 للصناعة المصرية. أنا النهاردة مصنع كنت شغال بربع طاقتي، وبالتالي أنا محمل مصاريفي الثابتة كلها على ربع الإنتاج. بالظبط، كنت لسه بتكلم في الموضوع ده بالظبط كده. النهاردة هكمل انتاجي بالكامل وارجع اشتغل، فهدوب كل التكاليف دي على حجم انتاج كامل مش على ربع الانتاج، فالاسعار لازم تنزل. نمره 3، انا النهارده بافرج بدولار ب50، بغض النظر عشان ما تدخلش الخلاف هو كان بكام قبل كده، هناك خفض في المكون الدولاري لاي سلعه. طبعا. عندي سلع من 15% لاكثر من 85% مكون دولاري، فكل سلعه على حسب نوعها سعرها هينزل. اهم حاجه في كل ده الثقه. انما ابتدى يرجع ثقه في مناخ الاعمال، ابتدى يرجع شركات كثيره تبتدي تضخ استثمارات، وده اللي هيخلي العمليه ليها صفه الاستدامه، وده اللي اهم. اللي هنشوفه دلوقتي هو خلال الايام القادمه، مش هقول الاسابيع، هقول الايام القادمه، انخفاض اكثر واكثر في عدد اكبر واكبر من السلع. أنا كنت متابع وكنت كان في نقاش بيني وبين صديقي بالأمس مساء بعد الحلقة، سوق السيارات بدأت تنخفض الأسعار، الأوفر برايسنج تقريبا اتلغى. حضرتك هو مش بس الأوفر برايسنج اتلغى، وهي كانت مسعرة على أسعار، لأن دي كلها كانت سيارات بتستورد بالسعر الآجل. الآجل يعني إيه؟ أنا استوردتها النهارده بدفع كمان 3-4 أشهر المديونية معلقة بالدولار، وأنا مش عارف الدولار ده بكام هيقوم يومها، فالكل كان بيضرب أرقام في السنة في الفلكية. بالظبط كده، على أساس، ودي يعني أنا أعذرهم فيها، هو مش عارف إيه اللي هيحصل. هو شاف في الفترة السابقة نطات غريبة بتحصل، قال لك أنا مش حاجة لما أجي أسدد كمان 3 أشهر أنا نفسي تخرب بيتي. والله ما نطش النطة دي بقى مكسب صافي، ده غير الأوفر برايسنج، أنا بتكلم على اللي كان بيحصل. النهارده طبعا السوق ابتدى هيتفتح، طبعا السيارات مش هتكون الاولويه، طبعا الاولويه لازم هتبقى مستلزمات الانتاج، انما احنا بنتكلم على سوق حر، سوق عمله حر، التداول بتاعه عرض وطلب، وبالتالي المفروض بغض النظر عن القطاع، رغم ان احنا برضه ما زلنا مع الاولويات، انما المفروض ان اللي عاوز دولار يدخل يشتريه بالسعر المعلن على الشاشه. هبص على الشاشه ب5 قروش، اديني مليون، اديني نص مليون، اديني اللي انا عاوزه. بالظبط كده، دي باينه من قرار محافظ البنك المركزي بفتح الكريدت كاردز والغاء الحدود اللي كانت محطوطه. طبعا دي كان اجراء وقتي، انما كان انا في رايي كان له تاثير سلبي كبير، رغم ان الارقام اللي حماها يعني كانت ارقام مش قليله. انما طبعا احنا راجعين دلوقتي، احنا بنتكلم على تعويم غير مضار، وبالتالي اليات السوق لازم تشتغل فيه، وده اللي هيرجع لي الثقه، ده اللي هيجيب لي استثمارات، وده اللي هيحقق لي الاستدامه. وزي ما قلت لحضرتك يمكن من 3 أشهر، انا لما هعوم الدولار سعره هينزل. ده صحيح. واسعار السلع هتنزل مش هتطلع. ليه؟ لان كان الكل بيسعر باسعار فوق سعر السوق السوداء، لان هو ما هوش عارف هيبقى بكام لما يتشد. ده صحيح، لان هو لم دلوقتي مثلا ب10، هو متوقع بكره هيبقى ب20، فيحسب حسبته على 20. ده غصبا عنه كان بيعملها، ده بيتكلم على جميع السلع، انا مش بتكلم على سلع بعينها. لا، وبعدين طبعا دكتور علاء، نعول دكتور علاء، انا عايز معلش انا اسف ان انا قطعك، وايضا
ما نقدرش ننكر ان في تجار استغلوا الموقف. السكر وصل سعره 50 و60 جنيه. حضرتك في ناس في اي مهنه، ودي مش هبطل اقولها، في اي مهنه حضرتك هناك دائما قله تسيء الى هذه المهنه. صحيح. في الاعلام موجودين، في التجاره موجودين، في الصناعه موجودين، ولكن احنا بنتكلم على مئات الالاف من الاطنان اللي بنتداولها في السوق. لما الاقي حد حجب 100 طن 1000 طن 500 طن ده لا شيء، وهذا عشان كده ما اقدرش اعمم على تجار وصناع مصر. لا انا بقول انا بقول ان احنا بننتج، يعني انا بالنسبه لي انا عندي اكتفاء ذاتي رز وسكر. لا سكر لا 90% والرز لو شلت التهريب، لو شلت التهريب عندي اكتفاء ذاتي. بالظبط كده، ولكن السكر انت معدي 90%. هل هي 10% دي اللي رفعت سعر السكر الضعف؟ لا، لا هي هي ليها ليها سبب يا فندم. انا ما كعمر ما كان عندي نقص سكر في مصر. بالظبط كده، نقطة مهمة. بغض النظر انا بنتج قد ايه وبستهلك قد ايه، المشكلة كانت لوجستية، ان انا السكر الخام اللي بستورده بيروح على مصانع التكرير، قدرة مصانع التكرير على التحميل على اللواري، مش التكرير، هي خطوة تكرر، على التحميل على اللواري كان فيها مشكلة. ده بيطلع من عندها سكر في شكاير 50 كيلو، بتروح مصانع التعبئة تعبيه في كيس كيلو اللي هو بتاع المستهلك، يطلع تاجر جملة نص جملة ويروح للسوق. دي المنظومة اللي طول عمرنا ماشيين بيها وما كانش فيها أي مشاكل. اللي حصل، حصل شورتج في مرحلة ما في سلاسل الإمداد نفسها، شركات كثيرة حجبت عن إن هي تتعامل في السكر. سواقين لواري رفضوا إن هم يشيلوا سكر. يعني دخلنا في مشاكل لوجستية وليست نقص، فابتدى يحصل نقص في بعض الاسواق. لما حصل ده ابتدى التهافت عليه، فده زود لي النقص بزياده. حضرتك كنت بتدخل تشتري كيس ولا اتنين، ده اخرك كلنا. اللي حصل في نقص سكر لقيت قدامي هاخد 10، فابتدى السحب يزيد. يعني احنا الفتره اللي فاتت احنا بننزل يوميا حوالي تقريبا 20,000 طن، استهلاك مصر 8,000. 8,000 بيروح الباقي ده فين؟ لا مش تخزين معايا معايا الدكتور وجدي زين الدين عايز يعلق. مساء الخير يا دكتور علاء. مساء الخير وجدي باشا. بس مش معنى كده، هو انا متفق مع حضرتك في كل اللي حضرتك بتقوله، لكن في نقطه برضو يعني، لا كان في جشع تجار برضو. أيوة، استغلال الفرصه، كان في جشع تجار لعبوا في الهامش الصغير اللي هو ايه نتيجه الازمه الصغيره دي، يعني اللي حصلت اللوجستيه دي، يعني اضافه للنقص الكميه، في تجار اصطادوا في الماء العكر وعملوا ازمه فعلا، فازدادت الهوة. اه طبعا، ما هو ما هو قال كده، هو قال كده. انا بقول هناك دائما قله تسيء للمجموعه. بس انا عجبني القرار الذي صدر بالامس من مجلس الوزراء باستيراد 1,000,000 طن سكر و300 الف طن بشكل سريع. اقول لحضرتك سببه ايه؟ انا يبقى عندي رصيد استراتيجي، بدل ما كنت شغال بثلاث اربع اشهر هيبقى عندي رصيد استراتيجي 6 اشهر، وبالتالي المشكله اللي كل سنه ما بين موسم القصب وموسم البنجر اقضي عليها تماما. طول الوقت مرمي عندي سكر مرطرط اللي عاوز يشيل. انا بس في نقطه لازم اوضحها يا فندم، ان الدوله بتوفر كانت السكر لمصانع التعبئه ب 24 جنيه عشان بتكلفه التعبئه والتوزيع يتباع ب 27. ده جانب من سوق السكر، وده الجانب الكبير. هناك قطاع خاص كان بيستورد سكر تكلفته على الدولار ابو 70 جنيه، وصول مصر تكلفه فقط 48 جنيه، لان الاسعار العالميه كانت ارتفعت. تمام. فبقى عندي نوعين من السكر في السوق، هناك ناس اساءت ان هم لخبط ده بده. فده السبب ان طبقنا القرار بتاع طباعه الاسعار على السكر. يبقى معروف ان الكيس ده ب 27 ولا الكيس ده حر. فهمت حضرتك، هو ده يمكن ده من اهم الحاجات اللي احنا كنا عايزين نفهمها للناس. بشكرك جدا دكتورة علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية.